ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد جوج ثلاثة. في المنزل كذلك تنحيي جميع الشباب. اخر مره الله يجزيكم بالخير، اخر مره الدراري لعبوا هنايا الكره، ولا عندكم عزاز مقاشوا عندكم ان شاء الله، ولكن تبقاو في المنازل ديالكم. الله يرحم بها الوالدين، تبقاو في المنازل ديالكم، الله يجزيكم بالخير. تنشكروا شاجيز، شكر الامهات والاباء اللي تشهروا على تربيه الابناء ديالهم، شكرا للاباء والامهات. إذن مشاهدينا الصفحة الرسمية لقناة شوف تي في، أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. كيف ما شفتوا النشيد الوطني يعزف هنا من مدينة فاس، من المنطقة ديال مولاي عبد الله، بآلة الساكسفون. كنتمناو هذه رسالة للمواطنين أننا نلتزموا البيوت ديالنا، وكنتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله صحابة وغدوز إلا التزمنا. فشكرا لكم مشاهدينا، شكرا للساكنه ديال مولاي عبد الله، شكرا للساكنه ديال فاس، شكرا للسلطات المحليه، الامن الوطني، القوات المساعده، المجتمع المدني والدرك الملكي بصفه عامه. فبديره طيبه هذه، واحد عازف الساكسفون هنا مدينه فاس، عزف النشيد الوطني من داخل الاحياء الشعبيه، وكانت الاستجابه من الناس الحمد لله من الاسطح، يعني كل شيء بالاسطح. فتبارك الله عليكم، كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال، والى اللقاء. كما تشوفوا الناس كيفرقوا الناس باش يدخلوا لديورهم، وكنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. اذا كيف ما كتشوفوا الزغاريد، كيف ما شفتوا مشاهدينا، كانت هذه البث المباشر من مدينه فاس، العزف النشيد الوطني بآلة الساكسفون. فإلى لايف آخر وموضوع آخر، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.